معكم دائما مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، ونتمنى تواصلكم معنا والاستماع أيضا إلى قصائدكم على هاتف رقم 09-22-22-345، إذن 09-42-345. وكنت بقرأ، عندي قصيدتين اليوم حضرهم من شعراء رائعين، ولكن بناخذ هذا الاتصال، وبعدها بعد الاتصال إن شاء الله بنستمع إلى هذه القصائد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، مساك الله بالخير أخوي عيضة. أهلين أهلين بالشاعر الجميل والرائع والمبدع الأستاذ عوض النعيمي، اللي تعلمنا منه بعد في فترة. يا عليك أنت الأجمل، الله يعطيك السلام. الله يجزيك العافية، ومساكم شعر وجميع المستمعين. حبيبي حبيبي أستاذنا، شو أخبارك شاعر؟ إن شاء الله طيب. أبشرك بخير، سهل على ما يسرك. ما شاء الله عليك، شغال في الانستغرام وكل يوم أبيات نسمعها لك جديدة. أتشرف والله يا طويل العمر بمتابعتك، ويسعدني تواجدك دائما على وسائل التواصل. حبيب شاعرنا عوض، سؤال بس، شفت أن أنا ما أدري وجهة نظري، أغلب اللي اتجهوا للوسائل التواصل لأن لقوها أيضا نوافذ أخرى تخدمهم، بدل ما خاصة ما في مجلات أو قلت كثير، يمكن مجلة أو مجلة ونص، النص هذا يعني صفحات في مجلة ثانية، لكن اتجهوا مثل ما أنت مثلا اتجهت لوسائل التواصل، ومنها الانستغرام والسناب. تشوف أنها أفادت شاعر أكثر عن هذه المجلات والوسائل الإعلام الثانية؟ والله أولا يا طويل العمر يجب أن نعترف أن وسائل التواصل ما كانت فقط يعني هي اتجاه للشعراء فقط، بالعكس أنا أعتقد أن وسائل التواصل سرقت أشياء كثيرة من حياتنا، يعني أصبح واقع لازم نتعايش وياه. يعني اليوم يمكن الأخبار، يمكن الصحف، يمكن المجلات، يمكن حتى الإعلانات التجارية في الصحف وفي المجلات وفي التلفزيون ما صار لها يعني نفس الزخم اللي موجود في وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي أولا سهولة بإمكانك وانت في أي مكان تسوي لك سناب، انستغرام، تويتر، تغرد، يعني سواء يعني نحن بنتكلم عن مجال الشعر، بالنسبة للشاعر بالقصيدة يعني المجلات أطرش لهم، ممكن تبعث لهم القصيدة، طرش لهم القصيدة، وعلى ما تنشر ومش عارفة، يعني شغلة طويلة. يقول لك ليش أنا أختصر السالفة وأنزلها بصوتي وبطريقتي وبأسلوبي وأنزلها سواء في الانستغرام أو في سناب أو في تويتر أو في غيره من وسائل التواصل. فأصبحت هي الوسيلة الأسهل والأقرب، وبالتالي يعني تلاحظ يمكن عدد كبير سواء من الشعراء أو غير الشعراء، يعني عدد المتابعين كبير، فبالتالي عطت انتشار. نحن كنا نتمنى أن المجلات تظل محتفظة بقيمتها وبأهميتها، لكن للأسف الشديد الواقع اليوم وسائل التواصل الاجتماعي سرقتنا من كل شيء وسرقت كل شيء. جميل جميل، يعني معناته أن قصدك أن وسائل التواصل ظاهرة صحية للشاعر يقدر يستفيد منها بشكل كبير. هي نعم وسيلة صحية، شوف أي وسيلة سواء وسائل التواصل أو غيرها، بدينا نحن متى ما نباها صحية متى ما نباها غير صحية. طريقة استغلالك لوسيلة التواصل الاجتماعي في الشين أو في الزين هي اللي تحدد صحيح السلوك اللي أنت سلكته للإنسان. صحيح شاعرنا، يمكن تعرفني أيضا من زمان، صحيح مقل في النشر ومقل في التواصل مع وسائل الإعلام وغيرها وغيرها، وهذا اللي يقودني للسؤال القادم يعني. تفضل. فبالتالي عطنا بالتالي. فبالتالي أنا يمكن من زمان اختفيت عن الساحة. بالأول كانت المواقع الإلكترونية اللي يمكن بعضها كنا مع بعض فيها، فبعدين طلعت وسائل التواصل الأخرى، طلع الفيسبوك، الانستغرام، السناب، فتواصلنا كل ما طلعت وسيلة جديدة. طيب نحاول. طيب ما شاء الله تعرف أنت شاعرنا، أنا بسألك على نفس الموضوع، نفس الامتداد موضوعنا اليوم احنا اللي نتناقش فيه، أنه أنت تقول اختفيت فترة، أن الشعراء القدامى وأنت ريال في الساحة وما شاء الله أستاذ وفاهم الأمور،
الشعراء الأولين كانوا يتواجدون دائما في الساحة الشعرية وكانوا من خلال المجلات. وتذكر أيام كنت قبل شوية أتكلم عن يوم كانوا يتجمعون حتى في المجلة نفسها بدون حتى ما لهم نشر ممكن، مثل مجلة أيام حبر وورق وأيام عند سالم سيف الخالدي والمجلات الأخرى أيضا، حتى في مجلة اللي قدمها سيف الخالدي كان يعدها وكان كانت عن طريق شعر وفن بعد شعر وفن كانت يعني متنفس للكل. شعر وفن حتى كانوا يعني يتمعون يجون كثير من الشعراء. اليوم يعني عوض ما في ما يعني ما تحس انك تسمع اسماء الشعراء القدامى هذيل اللي كانوا موجودين، ما تسمع الشعراء هذيل ما يتواجدون. حتى يعني حتى خلينا نقول اللي تواجد منهم من يستخدم اليوم وسائل التواصل ومن غير حتى في اسلوبه شوي، في كتاباته غير، حتى في مفرداته غير، راح شوي للحداثه. فهل اسباب الساحه اهمال، اسباب ان هذيل وجدوا ان يعني مثلا القصائد خلينا نقول الحديثه الظاهره غطت على قصائدهم، فانا خلني ابتعد احسن وبلا ما أدخل معاهم في هذا المجال وهم خاصة ضليعين أكثر مني بحكم المفردة الحديثة والمثقف والمتعلم إلى آخره؟ هل لها دور ولا للساحة دور؟ هل انسحبوا لأنهم يعني عافوا الساحة هذه؟ شو الأسباب وجهة نظر؟ والله يا طويل العمر أنا من وجهة نظري البسيطة المتواضعة أن يعني مجموعة أسباب، هي مو بسبب واحد، أسباب كثيرة، منها اولا وسائل التواصل. طغت في فتره من الفترات نظام الشليله، وانت تعرف هالموضوع. البرامج التلفزيونيه للاسف الشديد فيما يختص بالشعر والشعراء ما كانت بمستوى، يعني ما بنقول مستوى اوكي، ما كانت يعني هذاك الزود. للاسف الشديد ان ما في مظله تجمع الجميع، فأصبح الموضوع مثلا أيضا ربيعي زميلي صديقي ألتقي أنا وياه واثنين ثلاثة لنا جروب خاص شلة معينة، يعني بغض النظر يعني سواء كانوا كلهم مبدعين أو كانوا بعضهم يعني بعدهم على أول درجات. فهني هذه يعني عدة عوامل لعبت دور، لكن أمانة إن افتقدنا المظلة اللي ممكن تجمع الجميع للأسف الشديد. ومثل ما قلت لك الإعلام يمكن لعب دور، الأمسيات الشعرية ما كان فيها هذاك التنظيم. بالعكس أنا يمكن حضرت يعني كذا أمسية في الفترة القريبة، أمانة يعني ما كان يليق بها أنها تسمى أمسيات. أنا معك في هذه النقطة، في كثير من الأمسيات معك أنا في هذه النقطة، سواء في مستوى الحضور أو في مستوى الشعر اللي موجودين. صحيح. يعني الأمور يعني هذه من الأسباب اللي جعلت هذا الشعراء يبتعدون وغيرهم من الشعراء المميزين أحيانا. نعم، أنا يمكن تتعرف أيضا ابتعدت أنا في البدايات، يمكن أحيانا في ظروف عندك الإنسان في حياتك، لكن أيضا يوم ما تجد الشيء اللي يشجعك على المشاركة، سواء لمة الشباب أو الأمسيات أو الصدق أو البيئة اللي تكون مناسبة، صحيح، خلاص تبتعد. هذا يعني أضف لذلك يعني الشعر بالنسبة لي يمكن لكثير من الشعراء هو هواية. يعني أنت وجدت نفسك أنك شاعر أو تكتب أو مشروع شاعر كما كان يقول الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه، تكتب شيء حلو وكذا، ممكن في حد يعجب الشيء هذا وممكن في حد ينتقده. الحمد لله ابتعدنا عن نظام الشليلة هذه بشكل عام. نعم. كتبنا بالدرجة الأولى أنت تعبر عما في نفسك، ما فقدنا التواصل بالناس الطيبين اللي مثلك وشرواك يا طويل العمر، شرواك الطيب من وسائل التواصل الاجتماعي. أنت تنشر القصيدة، هي بالنسبة لك كشاعر هي صديق أو صديقة، يعني تبث من خلاله شيء داخلك. نعم. فبالتالي خروج القصيدة في حد ذاته هو النجاح. جميل. شاعرنا نبغي نستمع منك إلى إحدى نجاحاتك الشعرية.
أولاً أنا أشكرك وشهادتك أعتز فيها، ما هي شهادة والله، أنت وأرد رجل أرد أرد تعلمنا أمسي منك. عليك وعلى المستمعين لا والله أنت الجميع. رجل وأنا أعترف، أنا تعلمت الله منه يحفظك. واشتغلت معاه في فترة من الفترات واستفدت كثير منه للأمانة يعني. الله يحفظك، أتشرف والله. يمكن بسمعك آخر قصيدة نعم في البداية، أنا بسمعك قصيدتين، هذه آخر قصيدة اللي يمكن قبل يومين شفته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه يطول عمره، الشايب اللي حاول إنه صحيح، يقبل رأس الشيخ محمد بن زايد، فقال له على السنة. فقال له على السنة، فأنا كتبت على السنة، قلت هذا الفلاحي لي غرانا منه، هذا من الله للخلايق منه، هذا زعيم المرجلة والطيبة يبطن بنات العرب ما ولدنه، الله هذا محمد والوفا في محمد يوفي بعهده يوم هو معطنه، هذا محمد والكرم في محمد شرات غيث عثر رشنه، هذا محمد من عظيم أخلاقه عيا تحبه وردها على سنه، هذا محمد وين منه مثله، يا ليت والله في الخلايق منه يعل ربي يحفظك ابو خالد يلي شعبنا بالوفاء مغلنه. الله الله الله، طول جميل. عمرك. انا ابغي اطلب منك شيء غزل، يعني المره اللي طافت سمعنا وطني، والمره هذه مثلا سمعنا في الله يحفظ الشيخ محمد، ابغي اسمع منك شيء غزلي وجداني. ودي اعلمك الوفاء، ودي اعلمك الوفاء، ودي تعلمني الحساب، تراني عاشق للوفاء لكني احسبها غلط، بغيت أثايرها الزمن وأهله أثاريهم ذياب أبحرت في غبة بشر ما فيه لا ميناء وشط، يا حظ وينك ما تجي وش فيك طولت الغياب، الله وأنا هنا راجي أمل أثره على ظلي صقر، والصاحب اللي داخلي يشبه مخايل السحاب يمطر غلا من طيبته لكن في الوقت الغلط، في زحمة أيامي معه يشبه حضوري للغياب، حتى بلحظات اللقاء أقول ذا بعضي فقط، كل ما بغيت أشتاق له وأقول جاوزت الصعاب، يضيق في عين المدى وأنا الحالي في الوسط. الله 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 يحفظك. اسمحوا لي الظهر يعني خط وما أدري عاد. لا لا لا، ما سمعنا شيء إحنا، لا ما سمعنا شيء، الأمور طيبة بالعكس. طيب أيامك يا والله، طيب هي مش شهادة بقدر ما هو إعجاب بهذا النص الجميل وهذا القصيدة. الله يحفظك، من شاعر جميل ورائع جدا. وأنا والله أتشرف بهالشهادة حبيب، وأتمنى إن شاء الله أني كنت خفيف الظل عليكم في هذه أنت دائما دقائق، أنت دائما شمس مبظل. الله يحفظك في الشعر. الله يسلمك. الله إن شاء الله. مشكور مشكور، جزاك الله خير شاعرنا على هذا النص وهذه القصيدة الجميلة. شكرا. مخرجنا عطنا خلفية موسيقية شوي. هذه القصيدة اللي بقراها هي للشاعر الجميل أخوي محمد عبد الله البريكي، وخل خل خلفية الموسيقية حلو مع الكلام. فالقصيدة هذه أنا قرأتها كما هي هكذا يعني، ولكني قريت جملة في البداية كان كاتبها الشاعر محمد عبد الله البريكي، يقول: إلى الشيبة بين قوسين، إلى الشيبة الذي تركه أبناءه وحيدا في مسجد. ومنها تتضح الصورة، رجل مسن كبير في السن نايم في المسجد تركين أولاده ومهملينه، فيقول له محمد بعد ما شافه، يقول: هم وين راحوا؟ هم وين راحوا؟ ما بقى غيرك رجال، مالك سوى صوت الأذان ولحافك، هم وين راحوا؟ ما بقى غيرك رجال، مالك سوى صوت الأذان والحافك، ترقد ترقد وتصحى تحت أهدابك رمال،
تصحى وتلقى في الفراش ارتجافك، يعني الزمن، يعني الزمن اللي علمك تجلد حبال، ما علمك تصنع من الشمس غافك. هم وين راحوا؟ جالس على صمت كسر فيك لا مال، مع ان هذا الصمت اصبح يخافك. ما علموني، ما علموني كلهم عنك يا خال. راحوا راحوا وانا ما طلت منك اعترافك، اشوف بين عيونك تعيش اجيال، والحين بعد الحلم ما حد شافك. خذ هالعصا يا شيبه، خذ هالعصا يا شيبه وفك الاغلال، ترى الوهن من تحت غترتك لافك. اشعر بانك في الشقا مالك عيال، وانته قبل اولادك الهم عافك. عقوك ظنوا بعدك الوقت ما مال، زفوك للوحده رضيت بزفافك. واصبح بجوفك موقد يصيح يا مال، واصبح حضورك منشغل بانصرافك. هذه العصا، هذه العصا ليش انكسر حولها الحال؟ يا قوته لا تقولي للعزم طافك. قم 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 قبل ما يأذن على موتك بلال، قم قبل ما يأذن على موتك بلال، ويلقى عيالك بعد مدة لحافك. محمد عبد الله البريكي، الجميل جدا. بعد هالقصيدة بنتوقف عند هذا الفاصل القصير، وبنرجع لكم بعد إن شاء الله مع شعر ومع اتصالاتكم ومع قصائدكم. قصيدة مؤثرة، لازم نوقف شوي بعدها على هذا الفاصل. في مساكم شعر، انتو الشعر، وانغام الحروف، وللقصايد طعم ثاني في مساكم شعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم شعر، مساكم صادق، مساكم محبة. أرحب بكل متابعي تلفزيون الفجيرة وإذاعة الفجيرة، وكل من انضم لنا في هذه اللحظات، وكل من يتابع برنامج مساكم شعر، البرنامج الخميسي المسائي الشعري. تحية قلبية لكل العاملين في هذا البرنامج، على رأسهم المايسترو المخرج الجميل الأستاذ رمال، وأيضا الأخوة اللي معاه من مصورين ومن أيضا طاقم فني جميل. في هذه الحلقة العامة إن شاء الله بنستقبل قصائدكم المختلفة، إن كانت فصحى أو شعبية. نبغي أيضا نستمع لنقاشاتكم حول مختلف المواضيع الشعرية، ونبغي أيضا أن ندردش معاكم في بعض أيضا قصائدكم، في بعض الجوانب الشعرية اللي حابين أن نتكلم فيها اليوم. أيضا بيكون معنا إن شاء الله بعض الشعراء أو خلينا نقول شاعرة من خارج دولة الإمارات، وهذه الشاعرة شاعرة راقية جدا، شاعرة معروفة، بتكون معنا في هذه الحلقة من خلال المداخلة. وحتى لو كانت قليلة هذه المداخلة، إلا أنها تكون أو بتكون مثرية للبرنامج ومثرية إن شاء الله للحلقة، بالإضافة طبعا إلى اتصالاتكم وتواصلكم معنا والاستماع إلى جديدكم الشعري وأيضا نبضات قلوبكم. الفقرة اللي بعد الفاصل بتكون فقرة إن شاء الله اللي هي رأيك يهمنا، ونبغي نستمع إلى رأيكم في هذه الفقرة. لكن قبلها حاب أذكركم بأرقام التواصل قبل ما نطلع للفاصل. أرقام التواصل، رقم الهاتف طبعا اللي على الشاشة أو اللي تابعونا من خلال الشاشة بيشوفون رقم، لكن اللي يستمعونا من خلال الإذاعة الرقم هو 02 أو 09 عفوا 22 22 345. إذن 09 42 345
أبغي طبعا اتصالاتكم أكثر لأن اليوم شوي تعبان والصوت يعني ها لكم عليه شوي. الله يشفي كل اللي يسمعني ويكون مزتشم مثلي، وإن شاء الله أن نمشي الحلقة هذه على خير. لذلك أتمنى صوتكم كلامكم أكثر عن كلامي إن شاء الله. المخرج يتغزل من الحين يقول لي صوتك وين ما كيف ما كان بيوصل، طبعا باللهجة اللبنانية الجميلة. خلونا مع الشعر ومع اتصالاتكم دائما وبعد هذا الفاصل ورأيك يهمنا، لكن لا تروحوا بعيد ولا تغيروا الموجة، بنرجع لكم بسرعة إن شاء الله. متواصلين معاكم مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء وبرنامجكم مساكم شعر في آخر جزئية بسيطة من هذا البرنامج، ولكن نروح للشعر أحسن ونستمع إلى قصيدة عشان قبل ما يروح علينا الوقت ونختم. هذه القصيدة لشاعر من المملكة العربية السعودية، هو الشاعر فهيد العديم أو فهيد العديم، يقول فيها أعطونا الخلفية، يقول فيها: البرد يلسعني، البرد يلسعني ويلفظني الليل، تعال دثرني قصيد وغناوي، تعبت تعبت أحط بوجه الأيام وأشيل، طفل رماه الوقت غري وخلاوي، تعبت تعبت أحط بوجه الأيام وأشيل، طفل رماه الوقت عري وخلاوي، يا سيد الماء والغلا والمحاصيل، غنت لك الفرقة وتاهت خطاوي، شفني وحيد وداخلي تركض الخيل، شفني كثير وذيب الأغراب عاوي، تعال 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 غيظ حكاية البن والهيل، تعال بثم الوصل واسكر هواوي، تعال تعال بصربك شموع وقناديل، تعال تعال بستربك ظنون وهقاوي، تعجبك حيرة شاعر النايه الويل، حزنه حزنه جريء وبوح حرفه حياوي، تمضغ وينك ويتناثر مواويل، وتلمه اشجانه على شفاه غاوي، يزرع يبابه حلم تيه المقابيل، ويحصد صدى حلمه مثل من تناوي، مرت سنة مرت سنة مرة غياب وذبل جيل، فيني ولاني عن تجاهلك قاوي، شفني مدائن من حنين وأقاويل، تتسول جراحة لرحمة مداوي، مدري مدري تطول حكاية البرد والليل، انطولت بيعود الغصن ذاوي، انطولت بيعود الغصن ذاوي. الشاعر فهيد العديم من المملكة العربية السعودية. شو رايكم نختم هذه الحلقة ولا ما أدري نأخذ اتصال؟ أوكي نأخذ الاتصال على السريع. يتفضل. السلام عليكم شاعر. عليكم السلام وبركاته. يا الله بناصر. هلا والله أبو علي شاعر محمد الناقبي. الله بالخير وصبحك الله بالخير وكل مع بعض. الله يسلمك شاعر، شو أخبارك؟ شاء الله طيب. والله الحمد لله. عاد أنا يقول لي المخرج، يقول لي المخرج ماشي وقت. فعاد مدام ماشي وقت أنا أبغي نبضك وأبغي شعرك وأبغي أستمع لقصيدتك.
يلا ان شاء الله بيها متواضعه. حلوه هاي يلا. قول يا عريش العين رمشك ساحل وضفه، ومن بينهن ساكنه في البحر مرجانه، والعود رويان شارب ملمز النفه، لين انبت الجوري وفتح على وجانه، شفتك وقلبي رجف واسمع صدى دفه، لولا ضلوع الصدر رفرف جنحانه، فيك اجتماع الحلا والذوق والعفه، صدر بيان الحسن في اخر اعلانه، كانه كتاب العشق من دفه الجفه، خصص لك الخط والفكره وعنوانه، ولا انا كان فكري تاح في لفه، ضيع طريقه وها من بين وديانه، لنته بصفه ولا قلبه غدا صفه، وشي حياته اذا ما ضاع برهانه، العهد عهدك وانت اهتمها ووفها، قالها لا يقولوا عاهد وخانه، الكف ممدود وش بكفك بكفه، خل الليالي تعيش الطيش بطرانه، وان ما حصلي ترى ما بغلق ملفه، عمر البحر ما شكا من صد شطانه، وسلمت. الله عمر البحر ما شكا من صد شطانه. الله 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 جميل. بعد قلبك خضر ابو علي. اقول لك انت مثل ربيعك ابو راشد شاعر حدان الصباح، هذاك عاد مول قلبه خضر دائما يعني. هذاك دائما نعم. الله يعطيك الصحه، مشكور جزاك الله خير. وياك تسلم يا ابو ناصر. ختامها مسك ايضا كالمسك الجميل اللي سمعناه طول الحلقه. ما عليك زود يا ابو ناصر. شكرا جزيلا. شكرا على خير. مرحبا الله. أبيات أو خلينا نقول نص نثري من كاتبها نسميه الشاعر الجميل اليوم، شاعر مش مخرج، شاعرنا أو مخرجنا الأستاذ رمال المبدع صراحة. أكيد أن أنا عارف أن رمال أبي يونس، بس أنا قاعد أفكر بالكلام وقاعد أقول الاسم، خايف اني اغلط في القراءه وكذا، ولكن شاعرنا رمال ابي يونس اللي دائما ما يعني بصراحه، او خلينا نقول مخرجنا يا مخرجنا رمال ابي يونس اللي دائما ما يمتعنا بهذه اللمسات الاخراجيه الجميله في 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 برنامج مساكم شعر، اليوم حب يشاركنا بكلمات نثريه وكتبها. على فكره ترى كتبها وقاعد يخرج الحين البرنامج، ترك الإخراج لشخص آخر من الجميلين الموجودين الوسيمين الموجودين، وراح يكتب يكملها. هذا العدل، هذا الجنون الشعري اللي الواحد ما يقدر يوصفه ولا يقدر يعرف متى يكتبه ومتى ينتابه هذا الشعور. لذلك يقول، وعلى فكرة رمال متزوج جديد، وأتمنى تسمع هذه الكلمات زوجته أساس ما يدخل البيت. يقول عانقيني ببعض من كلماتك لعل معانيها، عانقيني ببعض من كلماتك لعل معانيها، تأخذ بيدي وتعود بي إلى طفولتي، فتحيي في قلبي ذكريات ذاك الزمن الجميل. عانقيني فحروف كلماتك لها أيد حنونة لم أجد لها في صولاتي وجولاتي أي مثيل. عانقيني أرجوك. رمال أبي يونس. تصبحون على خير ومغفرة من المولى عز وجل.
متواصلين معاكم مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، وما شاء الله يعني في حتى الرسائل النصية في التلفون خلينا نقول تواصل من بعض الشعراء حول موضوعنا اليوم اللي طرحناه، ولكن أنا كنت أتمنى أني أستمع لآرائهم أكثر. أكثر الشعراء أبغي أسمع آرائهم عن طريق الاتصال مش عن طريق الرسائل النصية، يعني أتمنى يعني يا أخوي مثلا غسان العطاس كلمات أو رأي جميل جدا طرحته عن طريق الرسالة النصية، أتمنى يوصلنا، أتمنى الكل يسمعه وتتواصل معنا. طبعا أرقام التواصل 09 أو رقم التواصل 09-42-345، إذا رقم التواصل 09-22-22-345. اليوم استمعنا إلى بعض القصائد وإلى أيضا نقاشات حول موضوعنا. أنا حاب أذكركم موضوعنا بعد قبل ما نبدأ. موضوعنا يتكلم عن شعراء القدامى إذا بنقدر نسميهم، أو المخضرمين اللي ابتعدوا عن الساحة لأسباب كثيرة. أنا أبغي أناقشكم في هذه الأسباب، نبغي نطرح بعض الحلول إذا لقينا حل لطريقة لإيجادهم. يعني أنا مثلا الفكرة اللي تكلمنا فيها أنا وشاعر حمدان السماحي طيبة جدا، مثل اللعيبة القدامى في كرة القدم لما يسوي لهم مباريات خيرية أو مباريات معينة مثلا تجمع بينهم، نبغي نسويها بين الشعراء، تكون شعراء القدامى نسوي لنا مثلا بين شاعرين أو ثلاثة أمسية شعرية تجمع بينهم بين فترة وفترة، بين هالشاعرين وبين هالشاعرين وبين هالشاعرين، وبالمرة تكريم لهم وتواجد جمهور وأعطاهم دافع لأنهم يتواجدوا. ترى في بعض الشعراء حتى الشعر تركوه بسبب أن حسوا أن الساحة مش ساحتهم، حسوا أن الشباب بدأوا مثلا يطغون، حسوا أن الإعلام بدأ يهتم أكثر بغيرهم إلى آخره. نتمنى تواصلكم معنا على رقم الهاتف 09-42-345، ونتمنى أيضا الاستماع إلى قصائدكم ومشاركاتكم، إن كان قصائد فصحى أو إن كان قصائد شعبية. ويعني المهم جدا في هذا الموضوع أنكم تعرفون أن البرنامج هذا لا يقتصر على القصائد الشعبية فقط، حتى القصائد الفصحى لها دور كبير ومهم أيضا ومساحة كبيرة في هذا البرنامج. لذلك أتمنى تواصلكم معنا حتى عن طريق القصائد الفصحى. واذروني اليوم على الصوت شوي وعلى الحالة، يعني أعتقد بعد البرنامج بكون خلاص انتهيت. اليوم بدينا عاد في يعني المرض الله يعافيكم، وإن شاء الله أن يعني الحلقات الجاية يكون عيض الأولي إذا نقدر نقول. يعني الأخوان عندي ما أدري إذا محضرين اتصال معانا أو جميل معانا. إذا اتصال أو نحن اللي نتشرف بأن نتواصل مع من هو معنا الآن أو من هي معنا الآن، هي الشاعرة الأردنية الرائعة والكبيرة والقديرة والمميزة جدا، والكاتبة أيضا المعروفة غدير الحدادين. السلام عليكم شاعرتنا. وعليكم السلام، تحيات ومساء محملة بالمطر وربما الثلج. الله. أن أهديها إلى الإمارات وبالذات الفجيرة. الله يخليك. أنا محظوظة اليوم لأني معكم على الهواء مباشرة، وفي نفس الوقت هي المرة الثانية التي أحظى بهذا اللقاء على قناة الفجيرة، فأشعر أنكم منحازون إلى أنه غدير، فهذا الشيء جميل. نحن نبحث دائما عن الجمال، وأعتقد أن أنت أحد مصادر هذا الجمال يعني في الوطن العربي. هم بحثوا عنك لجانب آخر، وأنا أبحث عنك لجانب أيضا مختلف آخر، والجانب الذي خلينا نقول يجذب الكثيرين، وهي الكلمة والحرف والإحساس والمشاعر. طبعا أنت شاعرة قديرة، وإذا بنتكلم في هذا المجال يعني شاعرة قديرة، ما بنتكلم عن الحزام الأسود ولا بنتكلم عن الكاراتيه، بنخليه في لقاء آخر، لكن دحك خلف الكواليس. لكن أنت شاعرة قديرة ولك أيضا دواوين، و
ما شاء الله يعني متواجدة في وسائل الإعلام بشكل كبير، وتتشرف بك أيضا يعني كبرى القنوات والفضائيات التي والبرامج التي قدمت الشاعرة غدير، لكن نحن من خلال الفجيرة شاعرتنا أريد بحكم أنك تكتب الشعر الفصيح، أنت في بيئة بدوية أيضا تكتب الشعر النبطي، ما فكرتي أنك تكتب الشعر النبطي، أو هل تكتب الشعر النبطي أساسا أو الشعبي؟ بصراحة لا، لم أفكر، ربما لأني بالبداية بدأت برسم الكلمة عن طريق اللون، ومن ثم اتجهت للكتابة بعض الومضات الشعرية. جميل. التي مع الوقت أصبحت قصائد حديثة، النصوص النثرية يطلقون عليها. صحيح. الشعر النبطي له يعني متذوقه، وأيضا الشعر الشعبي، لكن للأسف لا، لم أكتب ولم أجرب حتى الآن يعني. مع أن على فكرة يعني اليوم القصيدة النبطية إذا بنسميها هي قصيدة تكتب باللهجة الثالثة الأقرب إلى الفصحى، قد أحيانا في بعض الأبيات إذا شكلت يعني قد تقرأ أيضا يعني بالشق الآخر، قد تقرأ باللغة الفصحى أكثر وضوحا وانسيابية وأيضا وزن تام ومكتمل بعض الأبيات. فأعتقد أن القصيدة الحديثة النبطية شاعرتنا بدأت تأخذ منحى آخر مختلف عن ما هي عليه سابقا، الإغراق في العامية إلى آخره. عموما أيضا أريد أروح إلى جانب آخر من خلال القصيدة النبطية، هل فعلا كما يقال عند البعض في دول الخليج أن الشعر النبطي بدأ يسحب البساط من تحت أقدام الشعر الفصيح، أم أن هذا رأي أو خلينا نقول شيء لن يحصل بسبب أن الفصيح يكتب باللغة القومية باللغة الأم بلغة القرآن؟ أستاذ عيضة، دعني أتحدث على اللغة أو على النص القريب مني الذي يشبهني. أنت تسأل بخصوص الشعر النبطي، هناك رواد مختصين في هذا المجال ربما يستطيعون إنه الإجابة على هذا السؤال أكثر، لأني للأسف لست يعني مطلعة كثيرا على هذا المجال، لكن القصيدة التي أكتبها هي القصيدة الحديثة النص النثري الذي أشعر أن مفرداته تشبهني. أنا دائما أكتب المفردة التي تشبه غدير، لذا فيها إحساس صادق معها، لهذا قصيدتي تشبهني وأنا أشبهها. جميل. فهذا هو ما أريد أن أجيبك عليه. جميل. هو هروب جميل يعني، لكن في طريقة دبلوماسية لأني لن أفيدك في الإجابة، لأني لست يعني زي ما بيحكوا ما بدي أتفلسف بإشي أنا مش كثير بس واضح بس واضح في الفترة الأخيرة أن يعني الاهتمام صار أكثر الأمسيات هي الأمسيات النبطية، المهرجانات النبطية، يعني بدأ يتضح. لكن عندنا بالأردن اتجاه آخر، وأيضا بلاد الشام هناك اتجاه آخر للحداثة للنص النثري، للاهتمام يعني بهذا. أنا أتفق معك نعم، لكن ربما طبيعة البلد هي اللي تحكم أكثر، ربما المناخ الصحراوي البداوة، ربما هذا من هذه يعني الجوانب. جميل. يعتمد إنه كيفية إنه إلقاء الشعر ونظم الشعر. طيب شعرتنا أنت تكتبي النثر فقط أم العمودي والتفعيلة؟ لا، أنا أكتب القصيدة النص النثري. طيب سؤال الآن الآن أنا بوصل لهذا السؤال، هل أنت مع من يقول أن النص النثري هو نص نثري وليس قصيدة، أو هو نص شعري وليس قصيدة، بحكم أنه لا يعني يحتوي على الموسيقى الخارجية اللي هي الوزن والقافية، فهل أنت مع هذا الكلام أنه مش تقليل طبعا منه، بس أنه لا، أنا ما أسميه قصيدة بقدر ما أسميه نص شعري ويمكن يتجاوز القصيدة، ولكن ليس بقصيدة بحكم أنه لا يحتوي على الوزن والقافية؟ هلا، في كثير من النصوص النثرية هناك وزن لها، تشعر أن هناك المفردات صيغت بصياغة نثرية لها وزن،
معين كمفردة، تمام؟ لا ليس كقالب كمفردة، نعم أكيد أكيد. نعم. لكن في بعض الأحيان تجد أن النص النثري ربما مع تطور الحداثة في هذا العالم تطورت أيضا القصيدة لتبدو أيضا الذي يخرج عن القيود. ربما القصيدة النبطية لها يعني قيود معينة وضوابط، النص النثري فك كل هذه القيود وتحرر منها ليخرج بقالب قصيدة أخرى لها شروطها ولها بدايتها والقفلة. فلهذا صحيح. ربما يعني صحيح. البعض يقول، لكن أنا لا أستطيع أن يعني أقلل من شأن القصيدة التي أكتبها لأني أجد فيها مساحات جميل. مساحات التحليق في هذا المجال جميل. لكن هو أحيانا ترى مثل ما ذكرت لك أنا في يعني في سؤالي، أنه هو مش تقليل بقدر ما هو توضيح أن البعض نعم. يختلف في كمسمى وليس كقيمة أدبية. القصيدة نعم. النثرية شعرتنا الآن، بعض كتاب القصيدة النثرية يغرقون في الرمزية وأحيانا نعم. يصلون إلى الغموض بقصد أن القصيدة النثرية يجب أن تكون الصورة فيها مكثفة، يجب التراكيب مختلفة عن القصيدة العمودية إلى آخره. أنا سمعت نصوص أو قصائد، وأنا راح أسميها قصائد لأنها بالفعل قصائد جميلة، الشاعرة غدير، واستمعت لها عن طريق اليوتيوب وعن طريق المقاطع الموسيقية، جميلة جدا، عميقة ولكنها واضحة، يعني تستمع لها وأنت فاهم كل مفرداتها، كل الصور، كل التعابير الموجودة فيها والتراكيب وبنائها الفني الجميل. لكن في المقابل أجد، وأنا أتكلم عن نفسي حتى، أجد أن بعض كتاب قصيدة النثر يكتبون بغموض شديد ورمزية تكاد تكون غير مفهومة، وأكاد أجزم أن بعضهم هم نفسهم مش فاهمينها. فيعني ما أعرف، أنا ما أريد أكون قاسي في هذا الجانب، ولكن هل ترين ما نراه نحن يعني؟ نعم نعم. أنا أعتقد أن كل شاعر له أسلوبه في طرحه أكيد. في قصيدته، كما اللوحة التشكيلية، أنت ترى الفنان يرسم الكلاسيكي وهناك يرسم السريالي وأيضا التجريدي، فكل شاعر له مساحته على هذه الورقة البيضاء كيف يصيغ ويعني ينسج قصيدته. ولكن هناك من يعني يشدد على الرمزية والتكثيف والاختزال، وهناك المفردة البسيطة التي يمكن أن يفاجئ القارئ بقفلة غير متوقعة. فيعني هو يعتمد على أسلوب كل شاعر، لذا أنه حين تقرأ مثلا لدرويش بدون أن هناك يعني توقيع لدرويش تعرف تماما أن هذا الأسلوب أسلوب درويش. وأيضا نزار قباني، أنت حين تقرأ لنزار قباني تجد المفردة جدا بسيطة لكن السهل الممتنع، كيف يصيغ المفردة وكيف يخرج صحيح. بالكلمات وفيها التشكيل المغبوط هناك أيضاً. وصف حالة نعم. جميلة جدا، وترى أن الكلمات جدا بسيطة صحيح. بينما مثلا درويش يعني حين يعني أتطرق لدرويش لأنه يعني شاعر مهم وعربي مهم، تجد أن هناك الكثير من الرمزية وخاصة رمزية الوطن، ولكنها واضحة وهناك أيضا الغموض نعم، لكنها والله فيها وضوح رغم الغموض، لكن غموض واضح إذا بنقدر نسميه نعم. بس في شعراء يعني في شعراء يغرقون في الرمزية. أنا ما شاء الله أشوفك مسالمة يعني مش مثلي أنا يعني في شعراء يعني أنا بعطيك قصة على السريع. مرة حضرت أمسية شعرية كانت لشاعرين من إحدى الدول العربية الشقيقة. أنا نعم. بصراحة أقسم بالله إني أنا بحب أجلس بآخر الأمسية عشان أستمتع بالأمسية، وما في أي حد يزعجني من الجالسين حوالي، بحب أجلس آخر شيء. فقاعد بالأمسية ولا فاهم شو بيقولوا بصراحة، يعني بأمانة يعني صنبور في السماء ماء أخضر يركض خلف الشمس الزرقاء التي تنام تحت، شو بيقول يعني؟ أنا طبعا تايه. المشكلة ان بنص الأمسية بنص القص في احدى القصائد او احدى النصوص الشاعرة كانت شاعرة، وشاعر الشاعرة بتبكي
وقفت بتبكي وصار بيعطوها يعني كلينكس وكذا على اساس انه لا تبكي. وانا وانا قاعد بقول على شو تاثرت. طيب احنا انا احس عشان اتاثر. المهم بعد ما طلعت من الامسيه في معي شاعر مصري، فانا ماشي جنب معاه بقول له انا، وانا اعتذر على هالكلمه، بقول له هذه كانها خرابيط يعني ملخبطه الامور مش فاهم شيء انا. فسمعني شاعر ثاني شاعر كبير مصري بدون ذكر اسمه، سمعني هو جالس فقال لي خذ يلا، يناديني بيقول لي خذ يلا، فرجعت قلت تفضل. قال لي بتقول ايه؟ قلت له لا ولا شيء، انا خفت قلت يمكن بيكون صاحبهم وانا غلطت لما قلتها بالطريقه هذه وسمعني. فقال لي بتقول ايه؟ قلت له لا ولا شيء. قال لي لا عيد اللي بتقوله. قلت له بقول خرابيط. قال لي برافو عليك، انا كمان زيك. انا كمان زيك ما فهمتش حاجه. وهو شاعر مصري وكبير، فانا اقصد انه مش عيضه، مش محمد، مش خالد، مش علي، كثير ما يفهموا. ليش انا اكتب قصيده انا افهمها وبعض او مش بعض يمكن اثنين من الحاضرين، او اجعلك البعض يقول لك لا انا بخليك انت تفكر رموزها، ليش انا اقعد افكر رموز قصيده؟ لماذا؟ يعني ماذا لا استمع اليها كما هي واستمتع بها؟ يعني جميل ما تقوله، لكن بالنسبه لغدير حدادين انا اتذوق اكثر من ان انقد، يعني لست بمرحله لنقد ما اسمع، ما اتذوق. هناك الكلمه تشدك حتى لو كانت مختزله او في غموض، هناك القصيده تفرض كلماتها، لكن صحيح. في هناك سرياليه في تشكيل الجملة، في شغلات تقول يعني ما الفكرة من صياغة كل هذه المفردات. سليم يعني. سليم سليم أكيد نعم سليم. أنا شعرتني حاب أسمع أستمع إلى إحدى قصائدك كذا في مجال. نعم دائما يعني يسكن هناك القصيدة الأعمق، دائما كما تعرف أن كل شعرتنا عفوا بس نعم. قبل ما تقرا القصيده اتمنى بس لان الارسال صار بي يعني نعم. مش واضح في احيان بيطش هيك تمام ايه الان تمام اي الحين تمام نعم تمام. فساقرا القصيده الاقرب الي. جميل. وطني المقدس لست محطة أعبرها وأبكيها حنينا، ولست كوفية أرتديها لمناسبة عابرة، ولا نشيدا يسمع في الصباح. حبيبي أنت وملح أيامي وصبر الأمهات، منك وفيك وإليك أعبر كل حين، في سهر الجنود على حدود الورد، في تعب الكادحين لبسمة أطفالهم، في سكر التين وصلاة الزيتون، وفي مستقبل الراية الجامعة. فدم محبا أيها الوطن المقدس. الله 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 جميلة جدا. أشكرك. والله جميلة جدا جميلة جدا. وأنت يعني أنا عم بقرأ وأحلق أيضا مع صوتك مع صوتك وأرى الفجيرة أمامي، وفي نفس الوقت على إيقاع المطر الذي ينهمر الآن على نافذتي، فهناك يعني مزج بين المطر والصحراء، بين طيبة أهل الإمارات وبين دفء أهل عمان، دائما شوقا لأهل الإمارات. أكيد أكيد أكيد. شاعرة طبعا ليست بشهادة، ولكنك شاعرة ورسامة فنانة وكاراتيه. لكن لكن يعني خلينا نقول سؤال أخير. أول شيء برجع شوي للقصيدة، القصيدة عن الوطن، ولكنك تناولتي الوطن بشكل لا يتناوله الكثير أو الكثير من الشعراء أو كثير من الشعراء، لأن لم تتناوليه
كاسم مجرد تناولتيه كروح أنسنتيه إذا صح التعبير، وهذا نعم. وهذا وهذا ما كان يعني هذا الجميل اللي الشاعر المتميز المتمكن القدير اللي يستطيع أن يتناول فيه نصه بهذا الشكل، يستطيع أن يوصله بهذا الشكل وبهذا وبهذه البساطة العميقة. إذن هذا الشاعر يستحق أن نصفق له، يستحق أن نستمع له، يستحق أن نبحث عنه للأمانة. الجديد في أنشطتك الشاعرة، هل هناك من جديد قادم؟ يعني على الصعيد الشعر والفن، ربما أنا كرست قصيدتي ولوحتي لتكون تعمل في العمل الإنساني لمبادرة بعنوان لونها بالأمل، أطلقتها منذ 3 سنوات، تهتم بالطفل المصاب بالسرطان وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الرسم. فلهذا دائما نشاطاتي هذه الأيام منحصرة في مجال المبادرة. قبل 2 شهر كانت لي مشاركة في مهرجان العيون في المغرب من خلال مهرجان الشعر، ويعني أطمح دائما في تبادل يعني الزيارات الثقافية خاصة مع الإمارات. أجد الإمارات دائما واحة ثقافة وأدب، وسبق أن وقعت ديواني الأخير في معرض الكتاب في أبوظبي. جميل، وإن شاء الله أنك تكون لك زيارة ويكون لك لقاء معنا في هذا البرنامج أيضا وفي برامج أخرى. إن شاء الله أتشرف وأتشرف بك أيضا. الله يخليك. أخيرا أساس الوقت، وبعدين على أساس نخلي أسئلة للقاء المطول بعدين إن شاء الله. حاب أسمع منك إلى نص آخر، خذينا للوجدان هذه المرة، ونختم مع هذا النص. نعم. أكتب لعينيك، أكتب للوردة المغروسة في عنق الحياة، أكتب للفراشات التي لونت شفاه الأحلام، أكتب للراحلين عن قصائدنا، للذين ضلوا في شواطئ الغياب، أكتب للمتعبين، للجرحى، لمن خذلتهم يد الأمنيات، أكتب كي ترتفع ضحكة الأطفال كالمآذن، أكتب للصفحات المحنات بالقصائد، أكتب للأسماء التي كبرت معنا ولنا، أكتب لعينيك التي سافرت إليها سرا ولم أعد حتى الآن. الله عليك، رائعة جدا. أشكرك. شاعرتنا رائعة جدا، ونحن حتى الآن محلقين معك وفي قصائدك. أشكرك. يعني جعلتني أيضا أتجلى من خلال قراءتي للشعر، لأنك بكلامك وأسئلتك نوعا ما التي حاولت أن أهرب منها، لأن بصراحة لست متخصصة في هذا الجانب كثيرا، لكن صدقا حديثك قبل أن أدخل في تلك المداخلة شدني لأبدأ في تجلي جميل معك في هذه الحلقة. أنا اللي سعيد جدا وشاكر جدا لهذا الذوق الراقي شعرا وأيضا حديثا، وأتمنى إن شاء الله أن تجمعنا لقاءات أخرى. أتمنى أن يكون هناك لقاء في دولة الإمارات في بلدك الثاني، ونستمع إلى قصائد أكثر، رغم أن اليوم وسائل التواصل موجودة، اليوتيوب غيره، الفيسبوك موجودة فيه الشاعرة غدير الحدادين، لكن يختلف هذا التواصل المباشر، فيه التقاء العين بالصوت حتى، وهذا شيء جميل جدا يخلق قصيدة أخرى. لذلك أنا أشكرك جدا شاعرتنا القديرة، الشاعرة الأردنية الكبيرة، الشاعرة غدير الحدادين، على هذه الفرصة وعلى إتاحة هذا الوقت من وقتك أن نتواصل معك ونستمع إلى جديدك وإلى قصيدك أيضا. فشكرا جزيل الشكر لقلبك ولإحساسك ولنبضك. شكرا جزيلا لك، وشكرا لأهل الإمارات، أهل الثقافة والأدب والطيبة والكرم دائما وبالتحديد. شكرا وسلام من القلب إلى القلب
وودعكم في هذه الليلة الماطرة الدافئة. إلى اللقاء. إلى اللقاء، شكرا جزيلا. طبعا كانت معنا الشاعرة غدير الحدادين من الأردن، وهي شاعرة قديرة وجميلة، وأنا أنصح الشعراء، أنصح من يعشق القصيدة بشكل عام أو الشعر بشكل عام أن يستمع ويتابعها، يستمع لها ويتابعها من خلال وسائل التواصل، وهي موجودة في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا على اليوتيوب لها قصائد عديدة ولها دواوين. فشاعرة جميلة، قصائد جميلة. هذا الشعر للأمانة والله ما مش قصدي شيء يعني مدحة ومجاملة، ولكن هذا الشعر الجميل الذي يستلقي على كتف الإبداع. والله أنا بنفسي قمت أقول شعر. عموما نأخذ هذا الاتصال على 0942345. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، هلا والله بالشاعر. هلا والله، حياك الله صديقي وأخي الجميل عماد القيسي، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمك، الحمد لله كله بخير. أعتقد من الله. عماد هذا أول اتصال أبو سند علينا صح؟ في هاي السنة نعم، كنت شاركت معكم في المواسم. لا هالسنة أول اتصال أقصد يعني. نعم هذا أول اتصال في هذه السنة. والله طبعا أبو سند أخونا عماد القيسي من الشعراء الجيدين والمميزين، واللي يعني أنا مقصر معاهم، ولكن شاعر راقي جدا. سلامتك سلامتك من القصور. متطور، خلينا نسميه متطور. يعني خلينا نقول قاتل أيضا عشان يصل للشعر، ووصل صراحة يعني شاعر جميل. عماد خبرني عنك، وين اختفيت؟ وين الغيبات وأخبار الشعر معك؟ بين الأيادي الحمد لله، مشاغل هالدنيا شوي ماخذيتنا عنكم، لكن أنت أستاذنا وحبيبنا وصديقنا أبو ناصر، الله يخليك. بشرفنا دائما التواصل معك، وبشرفنا دائما يكون لك بصمة ودائما في مشاركة معنا. وأنا من خلال هاي المشاركة خليني أحييكم وأحيي برنامج مساكم شعر والمستمعين للبرنامج، وهذا البرنامج الجميل في تطور دائم ما شاء الله. طبعا لك بصمتك أبو ناصر والعاملين على هالبرنامج، الله يعطيكم ألف عافية. نعم الله يسلمك. احنا اللي نتشرف أكثر شاعرنا عماد، والبرنامج برنامجكم، مهما يعني قدمنا ومهما حاولنا أن نقدم لن نصل إلى أذواقكم الراقية لا مانع. عماد خلنا نروح للقصيد ونستمع إلى قلبك وإلى نبضك وماذا يقول من خلال حروفك وأبياتك. أنا بشارك في قصيدة قديمة جديدة. نعم. كانت بمناسبة حضور وتشريف والدي إلي في بيتي. نعم. في دبي. فاسمح لي من خلالكم أني أعد هاي القصيدة. أقول فيها: يا مرحبا باللي حضوره سعادة، يا مرحبا باللي حضوره سعادة، عمت دبي وفرحها بهتجدد، شطآنها غنت نشيد السيادة، وخلجانها قامت تحي وتردد، وابراجها احتفلت جموع وفرادة، وكبيرهم اطلق ضياه وتوقد، يا عون ابو عامر سقاية ورفادة ما تنطفي ناره، وصيته تردد قدومه الداري وسام وقلادة، فخر تجلى في حياتي وتجسد، في مصافحة يمناه بر وعبادة، وفي بوسة محياه قلبي تعبد، هذا الحكيم اللي كلامه إفادة، هذا الهمام اللي بجوده تزود، هذا الطبيب اللي جروحه عيادة، هذا الهمام اللي بجوده تزود، هذا الطبيب اللي جروحه عيادة، هذا الكريم اللي بطبعه تفرد، هذا سليل المجد
وصله شهادة أصله بدار العز صرح تشيد حنا عيال العز قوة وإرادة سيف في سله أو بهام تسدد وسلامتكم بناصر. الله عليك أشكرك جدا والله يحفظ الوالد إن شاء الله. الله يسلمك طول أعماركم أبائنا وأمهاتنا وأيضا يرحم من توفى منهم. أنا أشكرك صراحة شاعرنا عماد على هذا على هذه القصيدة خلينا نقول الأبوية. والله يحفظ لك الوالد إن شاء الله ودائما يكون في زيارة ببيتك دائما يزورك بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. وأنا من خلال برضو أنا سمعت لمشارككم مع الشاعرة الأردنية غدير الحدادين صحيح. ما شاء الله عنها يعني وقصائدها معروفة وبوجه لها التحية من خلالكم. الله يسلمك تصل إن شاء الله لها بإذن الله. بإذن الله. أشكرك أشكرك جدا أشكرك جدا وإن شاء الله أننا متواصلين دائما بإذن الله تعالى. ما أدري إذا بنتوقف عند فاصل قصير مخرجنا. نعم نأخذ فاصل قصير ونرجع لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل. فلا تغيروا الموجة ولا تروح بعيد خلوكم معنا. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء وبرنامجكم المسائية الخميسية الشعري مساكم شعر. ونتمنى في هذه الحلقة أنكم تتحفونا بقصائدكم تواصلكم معنا واتصالاتكم عبر رقم الهاتف 09-420-345. إذن رقم الهاتف 09-420-345 واسمحوا لي على الصوت شوي عاد. خلونا نروح على فقرتنا الأولى اللي هي رأيك يهمنا. طبعا في رأيك يهمنا عادة نطرح موضوع ونتمنى نقاشكم معنا وأيضا مداخلاتكم معنا في هذا الموضوع على مدار الحلقة. في رأيك يهمنا اليوم أبغى أتكلم عن جانب جدا مهم أو نقطة جدا مهمة. أنا خايف القلم هذا يخيسني بس لحظة ما يقفل. أوكي الشعراء الكبار شعراء الإمارات الكبار احنا نتكلم خلونا نتكلم عن الإمارات بشكل خاص. شعراء الإمارات الكبار في فترة من الفترات سابقة نتكلم قبل 10 سنوات تقريبا كنا نسمع أسماء هؤلاء الشعراء وكنا نشوف طبعا مشاركاتهم وتواجدهم في برامج مختلفة وأيضا حتى من خلال النشر إلى آخره. اليوم نلاحظ أن أكثر بدأ يطغى الاسم الشعري الشاب أسماء الشعراء الشباب شعراء اللي خلينا نقول القدامى إذا بنسميهم أو المخضرمين بدوا أكثر يبتعدونهم أو يتم إبعادهم بطريقة غير مقصودة. القصيدة الحديثة بدأت تأخذ أكثر من القصيدة التقليدية الأصيلة. الشعراء صاروا يختفون. اليوم لو إحنا نفكر فيها نلاقي أن عندنا ما يقارب شاعر أو اثنين من ما نقدر نسميهم شعراء الأصالة والشعراء المؤسسين للساحة الشعرية الحديثة خلينا نسميها. نلاقي أنهم قلة جدا يمكن واحد أو اثنين اللي موجودين في وسائل الإعلام وبجهود جبارة أيضا يعني هم مجتهدين. وعلى فكرة اللي موجودين هم من استغلوا حتى وسائل التواصل الاجتماعي يعني عن طريق أولادهم عن طريقهم هم ثقفوا إلى آخره. تلاقي الواحد عمره يمكن 65 سنة ويستخدم إنستغرام. القصد أن بدأوا كثير يختفون وأسماء ما فيني أذكرها لكن أسماء كثير اختفت عن الساحة عكس ما كان سابقا يعني لدرجة يا جماعة أن كنت أسمع أن كانوا يجتمعون في ميالس بعض المجلات الشعرية يعني يوميا تستوي هذه أو خلنا نقول الصالات اللي في المجلات الشعرية في المباني هذه المباني اللي هي خلنا نقول دار صحافة دار نشر إلى آخره تلاقوا فيها الشعراء يتجمعون ويجلسون وحتى لو ما لهم قصائد منشورة كان في تواجد. اليوم اختفى هذا التواجد. السؤال أو الأسئلة هل الساحة الشعرية ما استوت تعجبهم مثل قبل؟ لم تصبح الساحة الشعرية هي الساحة التي يتمنون التواجد فيها؟ هل بسبب إهمالهم الغير أو تم إهمالهم بشكل غير مقصود من وسائل الإعلام أو من جهات أخرى؟
أم أن شعراء الشباب بدأ يطغى أسلوبهم على على من ناحية القصيدة طبعًا على أسلوب الشعراء القدامى، فصارت القصيدة الحديثة اللي فيها مفردة حديثة فيها إسقاطات حديثة أيضًا تطغى على القصيدة التقليدية الأصيلة القديمة. الأسباب أبغيها من وجهة نظركم، وهل هذا عامل صحي تواجد الشباب وطغيان قصيدتهم؟ كل هذا أبغي أسمعه منكم من خلال تواصلكم معنا واتصالكم على 09-42-345. وطبعا لا تحرمونا من قصائدكم إن كانت فصحى أو شعبية. ونبدأ مع هذا الاتصال، أعتقد فيه اتصال جاهز معنا. ما أدري إذا فيه اتصال جاهز معنا. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير أبو ناصر. مساء النور شاعرنا الجميل والقدير. مساء الورد والفل والياسمين ومساكم شعر. الله عليك، تبنوني أي حبيبي. أنا على الأرض بس عشق سطح القمر. الله عليك، أنت بس تنزل إحنا نصعد، إحنا نفرح. لا حبيبي والله حبيبي، لا بالعكس، نحن متشرفين بالبرنامج. وسلامات على العموم، ما تشوف شر إن شاء الله. الشر ما يجيك إن شاء الله، الشر ما يجيك. هذه أمور عابرة يعني، لازم تينا يعني. عادي. نعم نعم، بس ان شاء الله ما نعطي السنيع الهواء ولا شيء يعني. لا ميود عمري انا والله من الصبح حاتي الموضوع وانا جاي يعني. لا ان شاء الله، بس البساط احمدي يعني عادي، الامور طيبه. الامور طيبه، الامور اطست بقول الحمد لله، بيقول يرحمك الله وتمشي الامور الله. ما نبغيها رسميات. لا رقع من الحين، تعودنا على البساط احمدي. حبيبي من اسمى مساكم شعر يعني في كل شيء ما شاء الله. حبيبي يا ابو راشد، شو اخبارك؟ الشاعر حمدان السماحي طبعا من الشعراء القديرين في دولة الإمارات، واللي نتشرف دائما بتواصلهم معنا، وأيضا نتشرف بقراءة قصائدهم. وطبعا هو من الشعراء الصغار عمرا يعني، غنى له ميحد حمد قبل كم، 30 سنة قبل كم غنى له؟ 30 مودينا صورنا 30 سنة ما استويت شو على باب الله يريح. حمدان قبل ما أدخل معاك مدام أنت متصل ذكرت النقطة، كم أغنية غنى لك ميحد؟ والله يمكن 4 أغاني والله. ما شاء الله عليك. عطر عناوينهم أول شيء عشان بس العالم أبغيهم يعرفون أن حمدان صاحب هالأغاني. عادة الشاعر يظلم يعني. غنى أغنية وطنية كانت أول لحن الأخ الأستاذ والأخ علي، كانوا أول لحن اللي هي؟ كانت لو افرحي يا دار افرحي يا علم واعتلي النجمات وشموخ الجبال. جميل. وطنية كانت هاي في 93 93. بعض اللي يسمعوننا الحين ما نولده زين. لا يعني ابو يا شو 15 سنه يعني، ما ادري والله تقريبا يعني 93 15 سنه. زين اوكي زين. والله القصيده او الاغنيه الثانيه كانت الاغاني الثانيه اشوفك شيء وانت شيء اخر. الله. ووحده اسال الليل عنك والبحر والنسيم، وحده اتحلى بالصبر واخر غيابك لو يطول البعد ما بينك وبيني. شفت راحاتي على شاطي عذابك ذكريات الشوق منك تعتدين. الله. اغلبهم في الفتره 93 وهالفتره؟ لا 93 وشيء في 96 وشيء في 97. حلو 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 هالرقم 93، حلوه هالسنه هذه. لا جد والله حلوه هالسنه، احب هالرقم واحب هالسنه. حمدان يعني الكلام اللي طرحته في رايك يهمنا. نعم. ان الشعراء الاوليين تذكر حمدان طبعا، انت مدام غنى لك ميحه 93 بتذكر اكيد. تذكر الشعراء قبل كانوا، ومن ضمنهم الوالد الشاعر الكبير خميس السماحي. نعم. كانوا يتواجدون في الساحه وكانت لهم قصائد تنشر، وكانت لهم ايضا يعني برامج تلفزيونيه، بمعنى اقصد ان كان يا يقدم مثل ايام بطي المظلوم وايام حتى ابراهيم التميمي او علي التميمي عفوا وراشد شرار في بدايات التقديم الى اخره من الشعراء، وايضا كتواجد انا اتكلم حتى في مجالس الشعراء الى اخره، اقصد كانوا يتواجدون معانا في ايامنا او في ساعاتنا حتى اليوميه. اليوم حمدان رغم وجود والله يعطيهم الصحه كثير منهم موجودين في الساحه الشعريه، لكن ان شاء الله يعطيها لكن مختفين حمدان، مو موجودين في الساحه. هل اسباب ان الساحه اهملتهم؟ هل انهم شافوا ان الساحه ابو ناصر ما عادت مثل اول يعني؟ اول كانت الناس تلتقي حتى الحين على مستوى المجتمع، حتى على مستوى المجتمع الحين بدال اول الناس طالت عمرك
في العيد في المناسبات تلقى يركب سيارته ويصير يسلم على فلان وفلان وفلان، صح ولا لا؟ لكن الحين بيسوي له مسج بالتليفون عيدك مبارك كل عام وانتم بخير، استوى اختصار بنفس المجالس هذه الاوليه نفس يعني الشعراء وين جايين من المجتمع، فهم يعيشون حاله المجتمع. الحين القطيع بدت المجتمع كله، النظام الالكتروني هذا ما ادري هو صح انه قرب المسافات و ولكن صارت الناس ما يعني بداله هذا بتنزل مسج بتنزل رساله. اي بس نفس بس الشيء الساحه الان كانت سابقا ورقيه مرئيه ما ادري شو، الان انتقلت على وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت يطرش لك يخلص قصيد يطرش لك واتساب يحط بيتين انستغرام. حمدان شو اللي تبغي توصله؟ تبغي تقول لي ان اليوم السرعه هذه هي اللي خلت هذول يختفون مثلا؟ هي اكيد خلت الناس هاي يختفون يعني اغلبهم ما، لكن التلفزيون يعني لا زال الشاشه موجوده. هي بس هل هناك مجال الشعر او هناك برامج شعر؟ نادر قليل الا برامج المسابقات. اذا السبب منهم ام من الاعلام ام من الساحه ام من والله شوف ويمكن ما يمكن يكون من الشعراء ايضا الشباب اللي طالعين نفس الشيء من 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 الساحه، يعني الساحه ابتعدوا عنهم وهم ابتعدوا عن الساحه، نحن ما نقدر نحط لهم كله على الساحه ولا نقدر نحط لهم كله على الساحه. ما يكون حمدان ممكن من الشعراء الشباب اللي طالعين بقصايد مثلك شروات يعني الحين قصايد الحين حديثه القصيده المعاصره ما اقدر اسميها معاصره ولكن حديثه نسميها حديثه يعني مفردات حديثه فرقت عنهم كثير، الفكره نفسها فرقت، نوعيه الكلمه فرقت، ف يعني الواحد يوم صار بيعد قصيده في هذا الوقت منو بيسمعها او منو اللي بيفهمها؟ يعني هذا ممكن يكون سبب ان الجماعه يقول لك يقولون هذا اكيد هذا اكيد ما يبغى لها. شو يعني الحل حمدان؟ والله ما اعرف استاذي، لكن هل احنا نعيد المجالس الاوليه؟ ما بتنجح يعني في الوقت هذا، هل نرجعهم؟ صعب انك ترجعهم يعني هم احنا نقول هي فتره او مرحله من الزمن هم عاشوها وكانوا في القمه ولا زالوا موجودين في قلوب بعض الشعراء وبعض المترقين بقصائدهم. حمدان انا جاتني فكره وانا الحين اقول لك شو الحل. كره القدم صحيح بين فتره وفتره نسمع ان يجمعوا نجوم العالم نعم او القدامى اللعيبه القدامى الى اخره. انا يخبرني حتى الكابتن محمد الجوهري يعني كابتن قدير وكان لاعب منتخبنا سابقا يقول لي ان الحين في دوري بيسوونه للاتحاد او بهذا المعنى للقدامى، دوري للقدامى، دوري مصغر للقدامى، يعني في مباريات تحصل حتى داخل وخارج الدوله. القصد اللي بوصله ان في النجوم القدامى او اللعيبه القدامى يجمعون يسوون مباريات، ليش نحن ما نسويها زين؟ ما هم مو موجودين، انت الحين ما تسمع عن كثير من الاسماء، ترى ما تسمع عنهم كلعيبه. ما اسمع في اسماء اختفت ولا عارف هي ما تسمع يعني. لكن فجاه اظن هي موجوده الله يعطيهم طوله العمر وموجودين واحياء ولكن اختفوا لان ما حصلوا لهم مدخل يدخلون فيه. ممتاز، ليش ما نسوي لهم مباريات النجوم؟ بمعنى ان نجيب الشعراء هذه الاسماء الموجوده، جهات المسؤوله تسوي لهم امسيات مثلا عن طريق وزاره الثقافه الى اخره، تسوي لهم امسيات كل سنه مره تجمع فيها هذول الكبار، يعني تجمع فيها ثلاثه مثلا كل ست شهور نفترض، ثلاثه هالست شهور، ثلاثه ثانيه ست شهور الثانيه او اثنين، وبالتالي انت اعدتهم ولكن بشكل ارقى من امسياتنا العاديه، خلينا نقول امسيه خاصه للنجوم القدامى، وفي نفس الوقت انت قدرتهم واكرمتهم وتكريم صار لهم. والله ابو ناصر هاي الفكره الوحيده اللي يمكن انها ترجعهم، غير هذا ما يمكن. انا اشوفه يعني من وجهه نظري ان هاي الفكره الوحيده هي اللي يمكن انك ترجعهم فيها، ويمكن في حاله رجوعهم راح يبدعون اكثر، يعني يمكن يبدعون اكثر او يشجعون اكثر. دافع، نعم دافع للتواصل، هذا يعطيهم دافع، بيعطيه يكتب ويسمع الشباب شو يقولون، يمكن الحين ما يسمعهم الشباب شو يقولون. سليم. بيسمع شعراء الشباب اللي يطلقون الكلمه الحديثه شو يقولون، ويمكن انه يشجع ويكتب مثلهم يعني، ويصبح يواكب العصر اللي هو يعيش فيه. صحيح. حمدان عاد ابوي نبغي العصر اللي انت تعيش فيه. زين. ونبغي نسمع. نفس العصر اللي تعيش فيه استاذي. نفس العصر سبحان الله يعني ما. في هذه غلبتني يعني خلاص ما اقدر اقول شيء. حمدان نبغي نسمع منك قصيده، بس وين بتاخذنا؟ القلب ولا الاجتماعي ولا؟
والله بختار شيء خفيف خفيف استاذي. انت مدام بديتها معانا مساء الورد مساء الزهور مساء الرياحين احنا عاد ما نبغى نطلع عن هالجو. بعطيك بيتين قبل بسمع المستمعين اذا سمحت لي بيتين. خذ راحتك طال عمرك. في صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره. الله يحفظه ان شاء الله ويطول عمره. يقول كلنا محمد بن زايد كلنا محمد بن زايد نعشقه نغليها ونحبه لغلاته من غلا زايد كل شعبه ميت حبه. والله هو يستاهل اكثر طبعا ونحن طبعًا. مهما قصدنا وتكلمنا ما نوفي حق الله يطول عمره ويحفظه ان شاء الله. رجل متواضع رجل دوله رجل انسان يعني بس الله في كل تسمية تقدر تسميه الله يحفظه آمين ويحفظ شيوخنا كلهم آمين إن شاء الله آمين إن شاء الله ويطول بعمر الشيخ خليفة إن شاء الله ويحفظه آمين ويعطيه الصحة والعافية إن شاء الله والله يحفظه الله خذ يحفظه. خذنا لقلبك عاد والله على طاري قلب وما قلب عندي شيء خفيف غنائي خفيف جدا يعني معذرة منكم ومن الأخوان المستمعين والمشاهدين ومساكم شعر يقول قلبه معي وقلبي معه مسكين قلبه معي وقلبي معه حب وغلاء متقاسمين يشر علي بصبعه ويشوف في عين اليمين يا سلام قلبه معي وقلبي معه حب وغلاء متقاسمين يشر علي بصبعه ويشوف في عين اليمين شريان دمي منبعه وايام عمري والسنين الله شريان دمي منبعه وايام عمري والسنين خلوه لا احد يمنعه كيف ورب العالمين الله خلوه لا احد يمنعه كيف ورب العالمين حبل الوصل لو يقطعه ما ينقطع دنيا ودين حبل الوصل لو يقطعه ما ينقطع دنيا ودين لو قال والدنيا سعى من غيره الدنيا تشين يا ابو ناصر الله لو قال والدنيا سعى من غيره الدنيا تشين ما ودي ينظر مدمعه ولا ودي يشوفه حزين اشفعه واتشفعه ما للظنين الا الظنين اشفعه واتشفعه ما للظنين الا الظنين شرع المحبه شرعه وهذه سلوم العاشقين على المذاهب الأربعة حقه وحق الوالدين الله شرع المحبة شرعه وهذه سلوم العاشقين على المذاهب الأربعة حقه وحق الوالدين حسن الخلايق جمع من كل زين فيه زين يا سلام حسن الخلايق جمع من كل زين فيه زين ضامي عويدة شبع عيني على العود الذين قلبي مع قلبه معي وقلبي مع حب وغلاء متقاسمين خلوه لا أحد يمنعه كيف ورب العالمين كيف ورب العالمين والمعذرة منك يا ابو ناصر وسموحة أبيات خفيفة براشد هذا المساء الجميل الطيب نتمنى أن ارتقينا لذائقتكم وذائقة المستمعين والمشاهدين هذا البرنامج يعتبر من البرامج الموجودة حاليا أو البرامج اللي تأخذ الأول على مستوى الوطن العربي تحياتي لهذا البرنامج وللقائمين على هذا حمدال البرنامج ولك أستاذي خاصة حبيبي حمدال أنت شكلك تحس أني بقول شيء فتبغي تشرد حبيبي والله أحد ما شاء الله عليك كل هالقصيدة وكل هالرقة وكل المشاعر الفياضة خلينا نقول ما أبغي أعلق لكن أبغي أقول لك حمدان القلب يتم يعني مهما مرت السنين قلب الشاعر بهذا يعني بهذا الإحساس المرهف بهذا الإخضرار إذا سميناه والله من وجهة نظري صحيح رأي ولا يعتمد على القلب يعني يعتمد على الشخص لا والله هو يعتمد على الشخص ما أعرف ذاتي ما ذاتي ما 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 أقول لك أن كان راعي الود لو شبه زرع قلبه خضر لونه الله الله مره لا اليوم انت حالتك يعني شوي متعوبه يعني وما يؤس منها فما فينا نتكلم هذا حبيبي والله حبيبي انا اشكرك يا اخي على تحت هذه الفرصه لنا
بالعكس ودلا براينا و برنامجك برنامجك جزاكم الله خير. لا والله برنامج والقائمين وخاصة أنت كلكم تاج على رأسي شكرا لكم. الله يسلمك. القلب للقلب يا أبو ناصر. شكرا حبيب. شكرا على هذا الإبداع المتواصل في هذا البرنامج. شكرا. الله شكراً يسلمك شكراً. الله يسلمك. مشكور مشكور الشاعر حمدان السماحي على هذه المداخلة الطيبة. مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء بنتوقف مع فاصل قصير إن شاء الله بنرجع لكم ومع اتصالاتكم وأيضا قصائدكم الجميلة.